بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم جميعا في المحاضره الثانيه ان شاء الله من محاضرات ماده الهيستولوجي. النهارده ان شاء الله هنستكمل ما بداناه في شابتر الابيثيليوم، وهنكمل النهارده شابتر الابيثيليوم بالاستراتيفايد ابيثيليوم. كنا خدنا المحاضره اللي فاتت السيمبل ابيثيليوم، وقلنا ان السيمبل ابيثيليوم ده هو نوع من انواع الممبرين ابيثيليوم او السيرفيس ابيثيليوم، وقلنا بنقسم السيرفيس ابيثيليوم الى نوعين، عندنا استراتيفايد ابيثيليوم وعندنا سيمبل ابيثيليوم. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن السيمبل ابيثيليوم باستفاضه، النهارده ان شاء الله هنستكمل باقي المحاضرات بان احنا هنتكلم على الاستراتيفايد ابيثيليوم. طيب في البدايه يعني ايه استراتيفايد؟ ديت سؤال بيسال نفسه، يعني ايه استراتيفايد؟ استراتيفايد يعني طبقي. يعني ايه طبقي؟ طيب يعني ايه طبقي؟ يعني يتكون من عده طبقات. يبقى استراتيفايد ابيثيليوم يعني طبقي. يعني ايه طبقي؟ يعني يتكون من عده طبقات. طيب فبنقول ان هو it consists of، يتكون من two or more than two layer، يعني يتكون من طبقتين او اكثر. طب لو بيتكون من طبقه واحده يبقى ده السيمبل اللي احنا خدناه الليكتشر اللي فاتت، تمام. يبقى انا عندي الاستراتيفايد ابيثيليوم هو consists of two or more than two layer. يبقى استراتيفايد، استراتيفايد جايه من كلمه استراتيفيكيشن، يعني يترص حوالين بعضه. فبنقول ان استراتيفايد ابيثيليوم يعني الابيثيليوم الطبقي consists of، يتكون من تو طبقتين or more than two layer، يعني يتكون من طبقتين او اكثر من الخلايا. طيب يبقى ده الاستراتيفايد ابيثيليوم. طيب انا دلوقتي لما اجي اقول استراتيفايد ابيثيليوم هقول استراتيفايد ايه؟ يعني استراتيفايد ايه ابيثيليوم؟ فقال لك هقسم بقى الاستراتيفايد ده according to the shape of superficial cell. يعني ايه؟ يعني انا هقسم الاستراتيفايد ده، قلنا الاستراتيفايد ده عباره عن طبقتين او اكثر. طيب انا هقسم بقى الاستراتيفايد ده بقى ازاي؟ هقول الاستراتيفايد ايه؟ قال لك على حسب shape of the super of the superficial cell، يعني الشكل بتاع الخلايا الايه السوبرفيشال او الخلايا العلويه. على سبيل المثال ده عندي البيزمنت ممبرين، ده عندي الايه البيزمنت ممبرين. طيب نيجي نرسم مجموعه من الخلايا كده على البيزمنت ممبرين، وادي اول لير. طيب تاني لير نرسم برضو كمان ايه مجموعه من الخلايا، تمام، ادي كمان مجموعه من الخلايا، ادي تاني لير. طيب السوبرفيشال لير بقى اللي انا على اساسها هقول ايه الاسم الابيثيليوم. طيب يجي يقول لك ان السوبرفيشال لير مثلا على شكل خلايا فلات، اهو فلات سيل، واحنا فاكرين من المحاضره اللي فاتت ان الفلات سيل بقول عليها سكويموس، فبالتالي انا هقول على الابيثيليوم ده اللي هو استراتيفايد. يعني ايه استراتيفايد؟ يتكون من عده طبقات. اهو تعالى كده اما نشوف، ادي طبقه اتنين تلاته، يبقى هو فعلا بيتكون من ثلاث طبقات. طيب بعد كده بنشوف الشيب اوف ذا سوبرفيشال سيل، يعني شكل الخلايا العلويه. تعالى كده اما نشوف شكل الخلايا العلويه، شكل الخلايا العلويه ديت ايه؟ سكويموس. يعني ايه سكويموس؟ فاكر المحاضره اللي فاتت قلنا سكويموس يعني حرشوفيه، اهو فشكل الخلايا العلويه سكويموس، فبقول عليه استراتيفايد سكويموس ابيثيليا. استراتيفايد ايه؟ سكويموس ابيثيليا، تمام. يعني هو ابيثيليا الخلايا العلويه له ايه سكويموس. طيب تاني نوع هو استراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم، يعني هو ابيثيليوم يتكون من عده طبقات، والخلايا الايه العلويه اللي هي السوبرفيشال سيل بتكون ايه؟ بتكون كيوبويدال اي مكعبه، الخلايا العلويه بتكون بالشكل ده كده. طيب تالت نوع من الاستراتيفايد ابيثيليوم اسمه استراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. استراتيفايد ايه؟ كولومنر ابيثيليوم، يعني هو ابيثيليوم يتكون من عده طبقات، والخلايا العلويه له كولومنر يعني مستطيله. طيب اخر نوع اسمه ترانزيشنال ابيثيليوم او الابيثيليوم المتحول، وهندرسه تفصيليا. طيب يا ترى
دلوقتي انا بقول ان الستراتيفايد ايبيثيليوم ده بيتكون من عدة طبقات. طيب هو ليه هيتكون من عدة طبقات؟ قالك لان المين فانكشن اوف ذا ستراتيفايد ايبيثيليوم از بروتكشن. يعني ايه بروتكشن؟ يعني الوظيفة الرئيسية لهذا الايبيثيليوم الحماية. طيب على سبيل المثال انا دلوقتي كلت مثلا سمك. طيب انا لما كلت سمك السمك بيبقى فيه سفة، تمام؟ هذا السفا دلوقتي لو انا كلته وبلعت سفايا، طيب السفايا مثلا هتدخل ايه؟ هتدخل الاوسفاجس اللي هي المريء. طيب على سبيل المثال ان الابيثيليوم اللي بيغطي المريء ده بيتكون من خليه، من طبقه واحده من الخلايا. طيب ما هو دلوقتي السفايا ديت هتدخل على الخلايا ديت تدمرها. طب لما السفايا ديت تدمر الخلايا يبقى كده شكرا، ما عادش في خلايا. انما لما يكون الابيثيليوم اللي بيغطي الاوسفاجس او المريء ده ستراتيفايد ابيثيليوم، يعني ابيثيليوم يتكون من عدة طبقات، السفاهه هتدخل جوه الاوسفاجس تدمر لي مجموعه من الخلايا اللي هي الخلايا الايه اللي على الوش، تمام؟ يبقى السفاهه تدخل تدمر الخلايا اللي على الوش، نلاقي ان في برضه وراها كمان طبقه تدمر لي برضو الطبقات، تقعد تدمر لي حوالي 4-5 طبقات. فكل ما بتدمر تلاقي ان في طبقات تانية قاعدة بتحمي الاوسفاجس. لذلك نلاقي ان اهمية الاستراتيفايد ايبيثيليوم هي البروتكشن او ايه، او الحماية. طيب احنا قلنا ان في انواع من الاستراتيفايد ايبيثيليوم، قلنا استراتيفايد سكويموس، استراتيفايد كوبويدال، استراتيفايد كولومنر. طيب هنبدا باول نوع اللي هو الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. يعني ايه استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم؟ يعني هو ايبيثيليوم يتكون من عده طبقات والخلايا العلويه له بتكون ايه؟ بتكون شكلها سكويموس او حرشوفيه الشكل. يبقى استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم يعني ايه؟ يعني هو ايبيثيليوم يتكون من ايه؟ من عده طبقات والايه، والخلايا العلويه له او الطبقه العلويه لهذا الايبيثيليوم بتكون خلايا ايه؟ سكويموس. يعني ايه سكويموس؟ يعني حرشوفيه الشكل. طيب اول حاجه بنقول في الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم ات كونسيستس اوف سيفرال لاير، بيتكون من عده طبقات من الخلايا with only superficial cell having squamous shape. يعني ايه؟ يعني يتكون من عدة طبقات. تعال اهو، تعال اما نشوف كده، ده بيتكون من ايه؟ من عدة طبقات. شايف الطبقات؟ ادي 1 2 الطبقات اهي، اهي شايف عدة طبقات، عدة اهو اهو زي ما انت شايف اهو. يبقى ده بيتكون من ايه؟ من عدة طبقات، والطبقة اهو، يبقى عدة طبقات. ولكن الطبقة العلوية اللي هي السوبرفيشال سيل اهي، ديت الطبقة العلوية اهي، بتتكون من خلايا ايه؟ سكويموس. يعني ايه؟ يعني خلايا حرشوفية الشكل، تمام. طيب بنقول ان استراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم ده في منه نوعين. نعم احنا كنا بنقول ان الاستراتيفايد ايبيثيليوم في منه 4 انواع، سواء استراتيفايد سكويموس، استراتيفايد كيوبويدال، استراتيفايد كولومنر، ترانزيشنال ايبيثيليوم. طيب قالك بقى احنا دلوقتي بنتكلم على الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم، وقلنا هو ايبيثيليوم يتكون من عدة طبقات والطبقة العلوية له تتكون من خلايا سكويموس شيب. طيب انا دلوقتي بقى عندي السكويموس ايبيثيليوم ده، الاستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم له نوعان. قالك نوع اسمه استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد. يعني ايه استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد؟ يعني هو عبارة عن ايبيثيليوم يتكون من عدة طبقات والطبقة العلوية له من خلايا سكويموس ان شيب، والطبقة العلوية ديت له عليها كيراتين. يبقى استراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ده عليه كيراتين. طيب استراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد مش عليه كيراتين. يبقى الاستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد عليه كيراتين. طيب والاستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد مش عليه كيراتين. طيب نبدا بالايه؟ نبدا بالنان كيراتينايزد. طيب استراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد، قال لك الاستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد كونسيستس اوف 3 لايرز، يتكون من 3 طبقات.
اول طبقه اسمها الاستريتم بيزل. استريتم ايه؟ استريتم بيزل او البيزل سيل لير. اهي اهي ادي الطبقه البيزل او الطبقه القاعديه. يبقى البيزل سيل لير اللي هي الطبقه القاعديه. طيب بنقول بقى ايه وصف الطبقه القاعديه ديت؟ قال لك a single layer of cuboidal to columnar cell. يعني هي عباره عن طبقه واحده من خلايا يا اما مكعبه يا اما مستطيله. اهي تعالى ديت الخلايا اهي زي ما انت شايفها، ادي خلايا مستطيله اهي، ادي خلايا columnar. يبقى الطبقه القاعديه تتكون من خلايا ايه؟ تتكون من خلايا columnar. طيب قال لك الطبقه ديت الاذر سيل اورجينيت فروم ذس لير، يعني باقي الطبقات هي جايه من الطبقه ديت. طيب فهمني ازاي باقي الطبقات جايه من الطبقه ديت؟ فاكر لما كنا بنقول ان الـ ان الابيثيليوم بيكون ايه؟ فاسكولار. يعني ايه ايه فاسكولار؟ يعني ما بيبقاش فيه اي اوعيه دمويه، لذلك كنا بنقول بيتغذى بواسطه الايه؟ بواسطه عمليه اسمها ايه؟ ديفيوجن. ده الكلام ده في المحاضره الاولى، بيتغذى بواسطه عمليه اسمها الديفيوجن. منين؟ من الكونكتيف تيشو اللي تحت الابيثيليا. طيب انا دلوقتي بتغذى بالديفيوجن من الكونكتيف تيشو اللي هو ده، بتغذى بالايه؟ بالديفيوجن، باخد غذائي بالديفيوجن من الطبقه دي. طيب انا باخد غذائي من الديفيوجن، لذلك نلاقي ان اول طبقه ديت الطبقه دي، نلاقي ان الطبقه ديت اهو زي ما انت شايف كده اللي انا بلونها ديت هي اكتر طبقه بتاخد غذاء، لذلك نلاقي الخلايا بتاعتها كبيره في الحجم. ركز، يبقى اكتر طبقه بتاخد غذاء هي الطبقه ديت، اكتر طبقه بتاخد غذاء هي الطبقه ديت، لانها هي اقرب طبقه لايه؟ اقرب طبقه للكونكتيف تيشو. ما انا باخد ايه؟ ما انا باخد الغذاء بتاعي بتاع الابيثيليوم من الكونكتيف تيشو، لذلك ان نلاقي اقرب طبقه اللي هي الاستريتم بيزل اللي هي البيزل سيلير اللي بتتكون من خلايا كولمنر مستطيله. اهو خلايا مستطيله اهو زي ما انت شايف اهو. تمام، يبقى انا عندي الخلايا ديت هي اكتر طبقه بتحصل على الغذاء، لذلك نلاقي ان الخلايا بتاعتها بتكون كبيره. طيب كل ما نعلى كل ما الخلايا حجمها بيصغر. اهو تعالى كده شوف الخليه ديت اهي بدات تصغر شويه، هنا بدات تصغر كمان شويه، هنا اهو الطبقه ديت بدات تصغر لحد ما هنوصل هنا. شايف حجم الخلايا ده صغر خالص. ليه؟ لان انا كل ما بطلع كل ما كميه الغذاء بتقل، كل ما الخلايا حجمها بيقل. طيب لذلك نيجي نشوف الاستريتم بيزل بتتكون من طبقه من كولمنر ايه؟ كولمنر سيل، يعني خلايا مستطيله. طيب انما الاستريتم سبينوزم اللي هي الانترميديت لير اللي هي الطبقه ديت ده هي كلها على بعضها اسمها استريتم سبينوزم اللي هي الانترميديت لير. قال لك كونسيستس اوف سيفرال لير، يعني طبقات عديده. اهو ادي طبق، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه، ادي الخامسه، ادي السادسه. بتتكون من سيفرال لير اوف ايه؟ اوف بولي هيدرال سيل. اوف بولي هيدرال سيل يعني ايه بولي هيدرال سيل؟ يعني خلايا مضلعه. خلايا ايه؟ خلايا مضلعه. يبقى ديت الطبقه ديت اللي هي الانترميديت لير او الاستريتم سبينوزم بتتكون من خلايا بولي هيدرال سيل. يعني ايه بولي هيدرال؟ يعني مضلعه. تمام تمام. بولي هيدرال سيل ممكن يستبدلها بكلمه بولي جونال، الاثنين لهم نفس الاسم. اهو اكتبها هنا عشان تكون ظاهره، بولي جونال. يبقى بولي جونال هي بولي هيدرال يعني مضلعه. يبقى الطبقه البيزل القاعديه خلاياها ايه؟ كولمنر. طيب الطبقه الانترميديت لاير خلاياها ايه؟ بولي هيدرال او بولي هيدرال او ايه؟ او بولي جونال اللي هي خلايا مضلعه. قال لك البولي هيدرال ديت البولي هيدرال سيل
مرتبطة مع بعضها are joined together يعني مرتبطة مع بعضها by desmosome. يبقى الخلايا ديت مرتبطة مع بعضها كده مرتبطة مع بعضها بواسطة ايه؟ بواسطة روابط اسمها ايه؟ اسمها الديسموزوم وهندرسها ان شاء الله في ايه؟ في المحاضرة الرابعة من الشابتر ده. يبقى انا عندي الستريتم بيزل خلايا من الكولومنر سيل خلايا مستطيلة الشكل. طيب الستريتم سبينوزوم اللي هي الانترميديت لير هي خلايا بوليهيدرال سيل او بوليجونال سيل يعني متعددة الاضلاع تلتحم مع بعضها بواسطة ايه؟ بواسطة روابط اسمها ايه الروابط ديت؟ اسمها ديسموزوم تمام؟ دي الانترميديت لير. طيب انما في طبقة اللي هي الاخيرة اسمها ستريتم سكويموزوم اللي هي السوبرفيشال لير اللي هي الطبقة دي من اسمها سكويموزوم يعني بتحتوي على خلايا ايه؟ سكويموس سيل. يبقى سكويموزوم تحتوي على سكويموس سيل اللي هي في فلات سيل خلايا مالها مفلطحة وسفلات نيوكلس اهو خلايا مفلطحة كده بالشكل ده اهو زي ما انت شايفها كده في الطبقة ديت اهي. يبقى الستريتم سكويموزوم هي السوبرفيشال لير بتتكون من ايه؟ من سكويموس سيل. السكويموس سيل اللي هي فلات سيل خلايا مفلطحة وسفلات نيوكلس والنواة بتاعتها مفلطحة. طيب اللوكيشن بقى او مكان الاستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد مكانه فين؟ يبقى انا عرفت ان هو بيتكون من ثلاث طبقات. طيب قبل ما ندخل في مكانه عايز اقول لك حاجة مهمة جدا هي البيزمنت ممبرين. الايه؟ البيزمنت ممبرين اللي هو القاعدة اللي بيقعد عليها الخلايا. قال لك البيزمنت ممبرين بتاع الاستراتيفايد سكويموس عموما سواء كيراتينايزد او نان كيراتينايزد بيكون كلير. يعني ايه كلير؟ يعني واضح يعني سميك او تخين اهو تعال اهو اهو واضح او سميك او تخين. ليه واضح او سميك او تخين؟ تخيل ان البيزمنت ممبرين ده بيقعد عليه حوالي 30 طبقة. طيب بيقعد عليه 30 طبقة يبقى ازاي هيستحمل ال 30 طبقة دولت لو هو رفيع؟ لذلك من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو خلقه ايه؟ خلقه كلير. يعني ايه كلير؟ يعني سميك او واضح. طيب قال لك اند ويفي. يعني ايه ويفي؟ يعني ايه ويفي؟ يعني معرج اهو. ده ايه؟ ده ويف اهو يعني متعرج. ليه متعرج؟ علشان ازود مساحة سطح الامتصاص. امتصاص ايه؟ مش احنا قلنا ان الابيثيليوم بيحصل على الغذاء بتاعه بالديفيوجن؟ طيب طب ما انا عايز اغذي 30 طبقة. هغذي 30 طبقة دولت ازاي؟ ما انا لو هو ستريت يبقى الحتة ديت بس اللي هيوصل لها ايه؟ الحتة ديت بس اللي هيوصل لها غذاء. لكن لما يكون ويفي يعني متعرج تمام؟ اهو نفس الحتة تقريبا اهو ولكن هيوصل قدر من الغذاء اكبر. تمام؟ تمام. يبقى المعلومات اللي انا اطلع بيها من من الحاجات ديت ان انا عندي الستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد اللي مش عليه كيراتين يتكون من ثلاث طبقات. اول طبقة اللي هي البيزل لير. البيزل لير ديت بتتكون من خلايا كولومنر. كولومنر سيل يعني خلايا مستطيلة. طيب الستريتم سبينوزم اللي هي الانترميديت لير تتكون من خلايا بولي هيدرال او بولي جونال اللي هي خلايا مضلعة. هذه الخلايا المضلعة مرتبطة مع بعضها بواسطة ديسموزوم اللي هي روابط. طيب عندي رقم الطبقة رقم 3 اللي هي الستريتم سكويموزم اللي هي السوبرفيشال لير. وقال لك بتتكون من سكويموس سيل يعني خلايا سكويموس او خلايا حرشوفية الشكل. تمام؟ اهي تمام. وقلنا البيزمنت ممبرين بيكون ويفي يعني واضح وسميك عفوا كلير يعني واضح وسميك اند ويفي اللي هو ايه؟ متعرج. طيب فين اماكن الاستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد؟ اين يوجد هذا الاستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد؟ قال لك بيوجد الاستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد في الاماكن الويت. يعني ايه الاماكن الويت؟ الاماكن المبلله. يعني ايه اماكن مبللة؟ تعال اما نشوف ايه هي الاماكن ونعرف اذا كانت مبللة ولا لا. اول مكان بيوجد في الاستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزد هو الاورال كافيتي. الاورال كافيتي اللي هو تجويف الفم
البق بتاعك، تمام؟ الاورال كافيتي او تجويف الفم ده، تجويف الفم ده مش انت بتفرز فيه الصلايفة اللي هي الايه، اللي هي اللعاب. طيب يبقى لذلك الاورال كافيتي ده مكان ويت ولا مش ويت، مكان مبلل ولا مش مبلل، مبلل. اذا يوجد فيه ايه؟ يوجد فيه الاستراتيفايد سكويماس. ايه يوجد فيه؟ الاستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد. يبقى الاستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد بيوجد فين؟ بيوجد في الاماكن الايه، بيوجد في الاماكن المبلله. اول مكان الاورال كافيتي. طيب تاني مكان اللي هو الفارينكس. ايه هو الفارينكس؟ اللي هو البلعوم. يبقى برضه ما هو البلعوم ده مش بينزل الطعام فيه، الاكل اللي احنا بناكله مش بينزل في البلعوم، والاكل اللي احنا بناكله ده بيبقى عليه صلايفة او بيبقى عليه لعاب، ما هو برضه الفارينكس مكان مبلل. طيب الاوسفاجس اللي هو المريء. طيب ما المريء برضه مكان مبلل. الانال كانال اللي هي القناة الشرجية، ونفرق ما بين الانس اللي هي فتحة الشرج شخصيا، انما الانال كانال اللي هي القناة الشرجية، تمام. طيب المكان رقم 5 اللي هو الفاجينا اللي هي قناة المهبل، تمام. ونفرق ما بين الفاجينا والفالفا. الفالفا اللي هو الفرج بتاع الفيميل، سواء كان كاو او انت بتتكلم على اي فيميل، هيومن فيميل او انيمال فيميل، بيبقى عندها الفالفا اللي هو الجزء الخارجي من الايه، من اللي هو الفرج، الجزء الخارجي اللي بيتكون من ليبيا اللي هي ميجور ليبيا ومينور ليبيا، واللي بيبقى فيه اليوريثرال اوريفيس، واللي بيبقى فيه الفاجينا اللي هو المكان اللي بيحصل منه كويتس، اللي بيحصل منه عملية الجماع. يبقى الفالفا ده اللي هو الايه، الجزء الخارجي، انما الفاجينا اللي هي قناة المهبل نفسها، تمام. طيب يبقى ده الايه، الاماكن اللي بيوجد فيها الاستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد ايبيثيليوم اورال كافيتي، وقلنا الاماكن ديت بتبقى اماكن ويت. طيب لو في مكان من الاماكن ده اصبح دراي، طبعا على سبيل المثال ممكن اقول لك مثال في الكلينيكال هتحتاجه، هو الانال كانال. لو تخيل الانال كانال ما بقتش، بقت عباره عن قناه دراي، قناه جافه، فبالتالي اثناء ما الفاسد بينزل او البراز بينزل هيبقى فيه صعوبه جدا في نزول البراز، زي ما بيحصل في اثناء الامساك، بيبدا في اثناء الامساك ان البقايا الطعام بتقعد فتره طويله جدا في الامعاء الغليظه، البقايا ديت بيمتص فيها الميه، فالماء بيمتص بصفه كامله، فبيبدا ينزل البراز او الاستول جامد او ناشف، فلما بينزل بطريقه جامده او ناشفه بيبدا ان هو يبقى فيه صعوبه في نزول البراز. فلذلك نقول ان لازم الاماكن ديت تكون ايه، تكون ويت. حتى في بعض الاماكن اللي ممكن تقابلها في الكاو، ساعات نلاقي ان في البراز تحجر في الابقار، البراز بيتحجر فيها، فبنبدا نتعامل معاها بان احنا نديها بارافين اويل اللي هو زيت البارافين، بنشربه ليها عشان نلين من نزول الايه، من نزول البراز، تمام. يبقى ده كان الاستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد. طيب تاني نوع هو الاستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد، ركز في النوع ده قوي. استراتيفايد سكويماس ايه؟ كيراتينايزد. اول حاجه البيزمنت ممبرين بيكون كلير اند ويفي. يعني ايه كلير؟ يعني واضح وسميك، اند ويفي يعني متعرج. طيب زي بالظبط ايه؟ زي الايه، النان كيراتينايزد. طيب قال لك بقى الاستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد اللي هو اللي عليه طبقه من الكيراتين اهوت، ده طبقه من الكيراتين اهوت زي ما انت شايفها. قال لك الاستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ده بيتكون من 5 لايرز. كم؟ 5 طبقات. طيب اول طبقه اسمها ستريتم بيزل. الله، ما هي زي الطبقات اللي فوق، ما انا عارف. يبقى اول طبقه اللي هي الايه، الستريتم بيزل اهي. قال لك a single layer of cuboidal to columnar cell، يعني هي عبارة عن طبقة واحدة من خلايا cuboidal، يعني مكعبة إلى خلايا columnar cell، يعني خلايا إيه؟
مستطيلة، تمام؟ اديك شايف الخلايا هي اديها مستطيلة اهي، يبقى ادي الطبقة اهو، ادي البيزل لير، تمام. طيب قالك الاذر سيل اورجينيت فروم ذس لير، يعني ايه؟ يعني الخلايا ديت هي بتحصل على اكبر غذاء، وكل ما بنطلع لفوق كل ما نسبة الغذاء بتقل، كل ما الخلايا حجمها بيقل. طيب تاني طبقة هي اللي اسمها الستريتم سبينوزا اللي هي الانترميديت لير. قال لي يا عم الحاج ما هي زي بالظبط الايه؟ ما هي زي بالظبط النان كيراتينايز. قال لك ات كومبوزد اوف لايرز اوف بولي هيدرال سيل، يعني خلايا مضلعه او بولي جونال. بولي هيدرال سيل ار جوينت توجذر باي ديسموزوم، يعني مرتبطه مع بعضها بديسموزومات. طب ما الكلام ده انت قلته بالظبط في النان كيراتينايز، تعالى بقى للتقيل وركز لي. قال لك الطبقه بقى الجديده عليا اللي هي الطبقه الثالثه اسمها ستريتم جرانيولوزم. اسمها ايه؟ اسمها ستريتم جرانيولوزم. ستريتم ايه؟ ستريتم جرانيولوزم. قال لك كونسيستس اوف فيو لاير اوف فلاتند سيل، بتتكون من ايه؟ من طبقات اهو. تعالى كده بنشوف الصوره ديت اهو، ادي الستريتم بيزل خلايا كولمنا، ادي الستريتم سبينوزا خلايا بولي هيدرال اهو. طيب تعالى بقى للجديد الستريتم ايه؟ جرانيولوزم. ستريتم ايه؟ جرانيولوزم اللي هي الطبقه الخضراء دي. قال لك بتتكون من خلايا فيولير اوف فلات سيل. يعني ايه فلات سيل؟ يعني خلايا مفلطحه. خلايا ايه؟ خلايا مفلطحه. طيب قال لك ذا فلات سيل، ركز، الفلات سيل هاف سمول بيك نوتيك نيوكلاي. يعني ايه سمول بيكنوتيك نيوكلاي؟ تعالى ما افهمك يعني ايه بيكنوزس اصلا. قال لك دلوقتي انا الخلايا ديت كل ما ايه، كل ما بنطلع كل ما نسبة الغذاء بتقل، كل ما الخلايا حجمها بيقل. طيب قال لك البيكنوزس ديت، البيكنوزس ديت اول علامة على موت الخلايا. يعني ايه اول علامة على موت الخلايا؟ مش فاهم. انا عندي دلوقتي ديت الطبقه البيزل او الطبقه القاعديه بيوصل لها اعلى نسبه غذاء، طب الطبقه ديت بيوصل لها برضو نسبه غذاء حلوه يعني بتتغذى. طيب الطبقه اللي فوقها الغذاء بيقل بس حجم الخليه بيقل فبرضو بتتغذى. طب الطبقه اللي فوقها، طب الطبقه اللي فوقها، لحد ما نوصل للسوبرفيشال لير نلاقي ان الخلايا ما بيوصلهاش غذاء. طيب لما الخلايا ما يوصلهاش غذاء تموت، ده طبيعي. طيب قال لك البيكنوزس ده بقى هي عبارة عن خاصية بتقول لك ان الخلايا لونها لون النواة، لون النواة ماله؟ لون النواة بيزيد. تعالى مش فاهم، لو جيت تبص على لون النواة هنا تلاقي اللي لونها فاتح، لونها ايه؟ لونها فاتح اهو، بالخلايا ديت لونها فاتح. كل ما بنعلى اهو، تعالى كده شوف الخلايا في الطبقه ديت، شكل شكل الانويه لونها بدا يغمق اكتر، يبقى الخلايا ديت كان لونها بيزوفيليك بس بيل. الخلايا ديت لونها بيل، بيزوفيليك. كل ما بنطلع كل ما نلاقي ان الخلايا لونها بدا ايه؟ لونها بدا يزيد، لونها بدا يبقى فاقع، فبنقول ان ديت خاصية البيكنوزس. يبقى ايه هي السمول بيكنوتيك نيوكلاي؟ يعني النيوكلاي بدأت بتبقى ايه؟ لونها يبقى فائع يعني، تمام؟ طيب قال لك الفلاتند سيل ريتش ان كيراتو هايلين جرانيول، الفلاتند سيل ريتش ان ايه؟ كيراتو هايلين جرانيول، يعني هي حبيبات من الكيراتو هايلين. الكيراتو هايلين ديت عباره عن حبيبات بتلتصق بغشاء الايه؟ بتلتصق بغشاء الخليه، حبيبات دهنيه يعني، تمام؟ يبقى ديت طبقه الاستريتم جرانيولوزا اهي، الاستريتم جرانيولوزا اهم ما اهم ما يميزها ان الخلايا بتاعتها فلات، فيها خاصيه البيكنوزس، فيها خاصيه البيكنوزس، يعني الانويه لونها بيبقى ايه؟ باللونها بيبقى فائع. طيب قال لك الفلاتند سيل ديت بتبقى ريتش ان، مليانه بايه؟ الفلاتند سيل مليانه بايه؟ مليانه بحاجه اسمها كيراتو هايلين جرانيول. طيب الكيراتو هايلين جرانيول
الكراتو هايلين جرانيول ديت بيبقى مالها؟ الكراتو هايلين جرانيول ديت بيبقى عبارة عن حبيبات دهنية، تمام. طيب رابع طبقة اللي هي الاستريتم لوسيديم، الاستريتم لوسيديم. طيب الاستريتم لوسيديم ديت هي طبقة فاوند اونلي ان نون هير سكين. يعني ايه نون هير سكين؟ يعني الجلد اللي مفيش فيه شعر. زي ايه؟ عارف اللي هي اللي هي اليد، لو انت جيت تبص كده على البطن اليد كده، او الجزء اللي هو البطن القدم، تمام، لان الجزء ده ما فيش فيه شعر، اللي هو الجزء بتاع الايد اللي ما بيبقاش فيه شعر، مش عارف بيسموه ايه بالعربي، بس اللي هي الستريتم لوسيديم ديت بيبقى معناها بيبقى موجوده في اللي هي راحه اليد وراحه القدم، بيسموها بالعربي راحه اليد وراحه القدم، اللي هي بطن اليد يعني. يبقى الستريتم لوسيديم موجوده فين؟ موجوده في راحه اليد وراحه القدم، في النون هير سكين. طيب قال لك لير اوف فلاتند كراتينايزد سيل، يعني هي خلايا فلاتند مفلطحه كيراتينايزد، يعني تحتوي على الكيراتين، بتوين استريتم جرانيولوزم، ما بين الاستريتم جرانيولوزم اللي هي باللون الاخضر ده والاستريتم كورنيوم اللي هي الطبقه دي. يبقى الطبقه ديت والطبقه ديت بينها الاستريتم لوسيديم. طيب الاستريتم لوسيديم قال لك the cell of this layer have shiny appearance، يعني لديها شكل عامل زي الشعاع كده، because the cytoplasm of this cell rich in proteinaceous material called إليدين. الإليدين ده عبارة عن مادة هتتحول بعدين للكيراتين. يبقى الإليدين ده عبارة عن بروتين هيتحول بعدين للكيراتين، تمام، اللي هي البروتينيشيوس ماتيريال، تمام. يبقى الاستريتم لوسيديم ديت موجوده في النون هير سكين زي راحه اليد راحه القدم، الطبقه توجد ما بين الاستريتم جرانيولوزم والاستريتم كورنيا. طيب قال لك السيل بتاعه الايه بتاعه الاستريتم لوسيديم ديت اهم ما يميزها الاليدين، هذا الاليدين ده بيحتوي بعدين هيتحول الى الكيراتين. طيب خامس طبقه اللي هي الاستريتم كورنيا، قال لك الاستريتم كورنيا هي الاوتر موست لير، اهي الايه الاوتر موست لير اهي استريتم كورنيا. طيب قال لك كونسيست اوف ديت كراتينايزد سيل، يعني هي خلايا كيراتينيه ميته. خلايا ايه؟ كيراتينيه ميته. قال لك الخلايا ديت ماتت ليه؟ لان ما وصلهاش غذاء، الغذاء ما راحش ليها، فبدات الخلايا ديت تفقد انويتها. اهو دي السيل lost their nuclei، فقدت انويتها. طب لما فقدت انويتها ماتت. قال لك the cell of this layer their cytoplasm filled with كيراتين، السيتوبلازم بتاعها مليء بالايه؟ بالكيراتين. طيب يبقى ده الاستريتم كورنيا. يبقى الخمس طبقات المكونه للاستراتيفايد سكويموس كيراتينايزد ايبيثيليوم كالتالي، اول حاجه الايه الاستريتم بيزل، يبقى الاستريتم بيزل اللي هي البيزل سيل. طيب تاني طبقه اللي هي الاستريتم سبينوزا. طيب تالت طبقه اللي هي الاستريتم جرانيولوزا، رابع طبقه اللي هي الاستريتم لوسيديا، خامس طبقه اللي هي الاستريتم ايه كورنيا، وطبعا كل طبقه زي ما ذكرناها بالتفصيل. طيب عايز بقى ايه اوريك شكل الخلايا بتاع كل طبقه. الاستريتم بيزل اللي هي الطبقه القاعديه خلايا بتكون كولمنر تحتوي على انويه، تمام. طيب الاستريتم سبينوزا، استريتم سبينوزا ديت عباره عن طبقات اهي من خلايا مضلعه، اهي خلايا مضلعه تحتوي على انويه. طيب ما بين الانويه يوجد روابط اسمها الديسموزومات، يبقى ديت الديسموزومات اهي. طيب تالت طبقه اللي هي الاستريتم جرانيولوزا، الاستريتم جرانيولوزا ديت مالها؟ قال لك بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على انويه، ادي النواه. طيب وبتحتوي على ايه تاني؟ الاستريتم جرانيولوزم بتحتوي على كيراتو هايلين جرانيول، بتحتوي على ايه؟ كيراتو هايلين جرانيول اللي هي اللي باللون الايه اللي هي اللي باللون الازرق ده، تمام، وبتحتوي برضو على اللي باللون الاصفر ده اللي هي الكيراتين. طيب تعال اما نشوف الطبقه رقم 4 اللي هي الاستريتم لوسيديا،
بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على انوية. هذه الانوية بتحتوي على هذه الخلايا بتاعت الطبقة بتاع الستراتا من السوديوم بتحتوي على اليدين. اليدين ده عبارة عن بروتين هيتحول بعدين للكيراتين. طيب خامس طبقة، خامس طبقة اللي هي الستريتم ايه؟ الستريتم كورنيوم. الستريتم كورنيوم ادي الستريتم لوسيديوم هتتحول بعدين الانوية بتاعتها ديت هتموت او هتتلاشى وتتحول الى ستريتم كورنيوم اللي هي كيراتينايزد سيل، اللي هي خلايا تحتوي على الكيراتين وديت بتكون ميتة. تمام؟ تمام. يبقى دي زي ما انت شايف الستريتم بيزل اهيت خلايا كولومنر، استريتم سبينوزم خلايا بولي هيدرال، استريتم جرانيولوزم خلايا فلات تحتوي على الكيراتو هايلين جرانيول، الاستريتم لوسيديام هي خلايا فلات بتوجد في النون هير سكن زي راحة اليد وراحة القدم، بتحتوي على الاليدين، الاليدين ده بعدين بيتحول الى الكيراتين. طيب بعد كده الستريتم كورنيوم بتحتوي على ديت سيل او ديك كيراتينايز سيل، خلايا ميتة تحتوي على الكيراتين. طيب ركز في النقطة ديت لان في ده تركيب الستراتيفايد سكويمس كيراتينايز نقول اللوكيشن بتاعه. طيب اللوكيشن بتاع الستراتيفايد سكويمس كيراتينايز ابيثيليوم بيوجد في الاماكن الدراي. ايه هي الاماكن الدراي؟ الاماكن الجافه. كنا بنقول ان الكيراتينايز يوجد في الاماكن الايه؟ في الاماكن الويت. طيب الكيراتينايز بقى هيوجد في الاماكن الايه؟ الجافه. زي ايه الاماكن الجافه؟ قال لك زي الابيديرمس. الابيديرمس ديت اللي هي طبقه من طبقات الجلد، الابيديرمس اللي هي طبقه من طبقات الجلد، ولذلك بنقول ان الاستراتيفايد سكويمس نان كيراتينايز بيوجد في الابيديرمس. طيب عايز اعرفك حاجه، ان التركيب الخمس طبقات اللي انت شفتهم دولت هم تركيب اصلا الابيديرمس. نعم الخمس طبقات اللي انت شفتهم دولت هم تركيب الايه؟ تركيب الابيديرمس. ركز، الخمس طبقات دولت هم ايه؟ هم تركيب الابيديرمس. والله في الامتحان بتاع المنصوره الترم الثاني، مش الترم الاولاني 2022 بتاع اللي هو السنه اللي فاتت على طول، راح زنقهم في الحته دي، مع انك درستها في الترم الاول. جاب 10 اسئله كاملين في الامتحان على الحته دي، بس في الامتحان بتاع الترم الثاني، لانك الترم الثاني انت بتبدا تدرس السكن في السبيشال استولوجي، 10 اسئله كاملين على الحته دي، وهاتك يا دعك زنقهم في الحته دي. والحته دي هو مش شارحها في الترم الثاني، مش شارحها في الترم الثاني، مشروحها بس في الترم الاولاني، وقام جه حاطط له 10 اسئله على الحته دي، تركيب الابيديرمس. يبقى هو ده اللي انت درسته، ده هو تركيب الابيديرمس بتاع السكن. تمام؟ فلذلك حط في حسابك ان انت الترم الثاني لما تدرس السكن ارجع للمحاضره دي تسمع الحته ديت عشان مهم. طيب يبقى ده بيوجد فين؟ بيوجد في الابيديرمس. طيب بيوجد فين؟ بيوجد في الهوف، الهوف اللي هو الحافر، بيوجد في الهورنز اللي هي القرون. طيب بيوجد فين تاني؟ بيوجد عموما في الاماكن اللي هي الجافه، الانس اللي هي فتحه الشرج نفسها بيبقى فيها من بره استراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم اللي هو فتحه الشرج اللي هي الانس، انما الانال كانال اللي هي قناه الشرج، القناه الشرجيه، ها القناه الشرجيه كان بيبقى فيها ايه؟ نان كيراتينايزد، انما الانس بيبقى فيها كيراتينايزد. طيب ندخل على النوع بعد كده اللي هو الاستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم. قلنا استراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم يعني ده نوع نادر جدا، يعني عشان نكون ايه على وضوح من الاول، ده نوع نادر انك تشوفه. الاستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم يعني استراتيفايد يعني طبقي. طيب كيوبويدال يعني يتكون من خلايا اللي هي السوبرفيشال سيل، هي خلايا ايه؟ خلايا شكلها عامل ازاي؟ كيوبويدال يعني مربعه الشكل. طيب فبنقول it consists of two or more layer of cell، يعني طبقتين او اكتر من الخلايا. The superficial have cuboidal shape، يعني superficial layer بتكون خلايا cuboidal. يعني ايه cuboidal؟ يعني مربعة. طيب it located in a large glandular duct،
يعني الدكتس اللي هي الغدد القنويه لها قنوات، هذه القنوات بتحتوي على الاستراتيفايد كيوبويدال. يبقى الاستراتيفايد كيوبويدال يتكون من طبقتين او اكثر، الطبقه العلويه منه كيوبويدال شيب يعني مربعه الشكل. طيب اتس لوكيتد ان جلاندولار داكت، موجود فين؟ في اللارج جلاندولار داكت. اللي هي ايه اللارج جلاندولار داكت؟ الايه؟ القنوات بتاعه الغدد. طيب تالت نوع هو الاستراتيفايد كولمنر ايبيثيليوم. استراتيفايد ايه؟ كولمنر ايبيثيليوم. استراتيفايد يعني يتكون من عده طبقات، كولمنر يعني السوبرفيشال سيل هتبقى ايه؟ كولمنر مستطيله ايبيثيليوم. طيب اهو ات كونسيستس اوف سيفرال لاير اوف سيل، يتكون من ايه؟ من خلايا عديده، بيتكون من سيفرال لاير اوف سيل لانه استراتيفايد. طيب ذا سوبرفيشال لاير الطبقة العلوية منه has tall columnar cell. تعال كده اما نشوف الطبقة العلوية منه، اهو ادي الطبقة العلوية منه، الطبقة العلوية منه اهو شكلها ايه؟ شكلها columnar يعني مستطيل. يبقى يتكون من طبقتين او اكثر من الخلايا، الطبقة العلوية منه مستطيلة الشكل. طيب الاماكن بتاعته غالبا بيوجد في الاوسفاجس برضو، بس في الفيتال، بيوجد في الفيتال اوسفاجس اللي هو الاوسفاجس او المريء بتاع الاطفال يعني. تمام ده الاستراتيفايد. النوعين دول مش مهمين وما بيجوش في الامتحان. اهم نوع هو الاستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد والنون كيراتينايزد، والنوع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الترانزيشنال ايبيثيليوم، اللي هو الايه؟ الترانزيشنال ايبيثيليوم، اللي هو الايبيثيليوم المتحول، الايبيثيليوم الايه؟ المتحول، او اسمه اليوروثيليوم. ليه سموه يوروثيليوم؟ لانه الترانزيشنال ايبيثيليوم ده اكتب عليه كده تخصص جهاز بولي. يبقى الترانزيشنال ايبيثيليوم ده اكتب عليه تخصص جهاز بولي، بسميه المتحول. هنعرف كمان شويه ليه اسمه المتحول. طيب يبقى الترانزيشنال ايبيثيليوم ده ايه؟ تخصص جهاز بولي، بيوجد في الجهاز البولي فقط. طيب فبقول عليه اتس استراتيفايد ايبيثيليوم، يعني ايبيثيليوم يتكون من عده طبقات اسمه ترانزيشنال ايبيثيليوم او اليورو ايبيثيليوم. طيب الترانزيشنال ايبيثيليوم يوجد اونلي ان ذا يورينري تراكت، يعني في قناه مجرى البول. يوجد في ايه؟ يوجد في الايه؟ في مجرى البول. زي ايه؟ زي اليوريتر. ايه هو اليوريتر؟ الحالب. واليورينري بلادر اللي هي الايه؟ اليورينري بلادر اللي هي المثانه البوليه. يبقى الترانزيشنال ايبيثيليوم موجود في مكانين، ادي مثلا على سبيل المثال ادي الكليه وادي كمان كليه، الكليه بيخرج منها حاجه اسمها حالب. على فكرة والله في ناس ما تعرفش ان الكليتين بيخرج منه حالب ودخلوا كليات طبية، مش عارف ازاي، وده حصلت معايا والله. يعني انا شخصيا كنت كان معايا السنة اللي فاتت طلبة مش عارفين والله يعني ايه حالب. ادي كلية وادي كلية، الكلية بيخرج منها حالب والكلية بيخرج منها حالب. تمام الحالب ده بيجي يتجمع في حاجة اسمها ايه؟ يورينري بلادر او المثانه البوليه. يبقى الكليتين بيخرج منها يوريتر، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه يوريتر. يعني ايه يوريتر؟ يعني حالب. طيب ده اسمه ايه؟ يورينري بلادر. يعني ايه يورينري بلادر؟ يعني مثانه بوليه. تمام تمام. يبقى الترانزيشنال ايبيثيليوم موجود فين؟ موجود في مكانين، اول مكان اللي هو اليوريتر اللي هو الايه؟ الحالب. تاني مكان اليورينري بلادر. طيب قال لك الترانزيشنال ايبيثيليوم او الايبيثيليوم المتحول او اليوروثيليوم اللي هو الايبيثيليوم اللي هو تخصص جهاز بولي، ات هايلي سبيشالايزد تو ريزيست ا جريت ديجري اوف ستريتش، يعني هو مقاوم للانضغاط. طيب اند ويذستاند ذا توكسيسيتي اوف يورين، يعني مقاوم برضو او له قدره على الصمود لايه؟ للتوكسيسيتي. يعني ايه توكسيسيتي اوف يورين؟ يعني اليورين السام.
ما هو اليورين ده مش قلنا ده بيمشي فيه البول، اليوريتر ده واليورينري بلادر بيمشي فيهم البول. طب ما هو البول ده مواد سامة، لذلك الخلايا اللي هي بتاعت الترانزيشنال ايبيثيليوم، الخلايا بتاعت الترانزيشنال ايبيثيليوم، لو انا دلوقتي جيت على الخلايا بتاعت الترانزيشنال ايبيثيليوم ده وعدى من خلالها البول، الخلايا بتاعت الايه؟ بتاعت الترانزيشنال ايبيثيليوم مالها؟ الخلايا بتاعت الترانزيشنال ايبيثيليوم ده لو وصل لها البول او دخل فيها البول، ما البول ده مواد سامة هيقتل لي الايه؟ هيقتل لي الخلية، تمام؟ لذلك من حكمة ربنا ان الخلايا دي اصبحت withstand، يعني مقاومة للتوكسيسيتي او المواد السامة. طيب تعالى كده اما نشوف اهم نقطة بقى. قال لك الترانزيشنال ايبيثيليوم ده ليه حالتين، اول حالة in relaxed state او لما تكون البلادر او المثانة البولية فاضية، يبقى لما تكون المثانة البولية ايه؟ فاضية مفيش فيها بول. تاني حالة in stretched state، in ايه؟ in stretched state او الفول بلادر، لما تكون المثانة البولية بقى لما تكون انت مزنوق يعني، تمام؟ عشان نفهمها لك، يبقى الفول بلادر يعني انا دلوقتي مزنوق خلاص على تكة وهعمل حمام. طيب الريلاكسد ستيت اللي هي الامبتي بلادر او الفاضي. طيب نبدأ الاول لما المثانة تكون فاضية، الترانزيشنال ايبيثيليوم ده بيكون عامل ازاي؟ قالك لما المثانة بتكون فاضية الترانزيشنال ايبيثيليوم ده بيتكون من 4-5 لير، وفي كتب تكتبها بيتكون من 6-8 لير، تمام؟ على حسب الكتاب اللي بيكتبها، تمام؟ قالك يبقى في الحالة الريلاكسد امبتي بلادر، البلادر او المثانة البولية فاضية، بيتكون من 4-5 لير، تمام؟ او من 6-8. طيب قالك البيزل لير بيكون كيوبويدال، البيزل لير بيكون ايه؟ بيكون كيوبويدال. يعني ايه كيوبويدال؟ يعني مربع، اهي ادي البيزل لير اهي مالها؟ كيوبويدال. طيب الانترميديت لير، يبقى ادي البيزل لير الطبقة القاعدية. طيب الانترميديت لير، الانترميديت لير consists of several layers of polyhedral cell او polyjunal، قلنا polyhedral او بتساوي كلمة polyjunal او polygonal حسب ما تنطق. طيب polygonal cell اللي هي خلايا مضلعة، الخلايا المضلعة ديت بتكون بير شيب، يعني شبه الكمترة اهي، خلايا اهي اهي شبه الكمترة اهي، الخلايا ديت بيبقى بينها مخاط، هذه الخلايا بيبقى بينها ايه؟ بيبقى بينها مخاط او ميوكس، تمام؟ الخلايا ديت بيبقى بينها مخاط. انما البوليهيدرال سيل اللي بتبقى موجوده في الاستراتيفايد سكويموس بتكون بينها ايه؟ بيكون بينها ديسموزوم، روابط. انما الخلايا ديت بيكون بينها في الايه؟ في الترانزيشنال ايبيثيليوم بيكون بينها ميوكس او مخاط. طيب ذا سيرفيس سيل ار لارج كيوبويدال، يعني ايه لارج كيوبويدال؟ كيوبويدال سيل يعني خلايا برضو ايه؟ خلايا مربعة الشكل. طيب بتكون دوم شيبد، يعني ذات قبة، ذات ايه؟ ذات قبة، يعني الخلايا بتكون بالشكل ده كده، خلايا مربعة لها قبة، تمام؟ طيب قالك الاوتر سيرفيس بيكون كونفكس محدب، والانر سيرفيس بيكون كونكيف. يبقى لو انا جيت بصيت عليها كده هقول عليها ان كونفكس ومن تحت كونكيف، مش مهم اول المعلومه دي، تمام؟ تمام. قال لك ذا نيوكلاي ار لارج وذ برومينانت نيوكليور، يبقى النيوكلاي بيكون النواه بتكون لارج كبيره، وذ برومينانت نيوكليور يعني الانوي النويه نفسها بتكون ايه؟ بتكون برومينانت او ظاهره. طيب يبقى في الامبتي بلادر، ادي الامبتي بلادر اهي، يبقى ده تركيب الترانزيشنال ايبيثيليوم عادي، مفيش في بول، تلاقي ان الايه الوضع بتاع الترانزيشنال ايبيثيليوم واخد وضعه، خلايا بيزل بتكون كيوبويدال، الانترميديت بتكون بولي هيدرال يعني مضلعه الشكل، بينها مخاط زي ما انت شايف اهو اللي هو اللي باللون الاحمر ده، ده عباره عن ميوكس او مخاط، تمام؟ عباره عن ميوكس او مخاط اهو،
تمام، دي يبقى ديت الحاله بتاعتها العاديه. طيب قال لك بقى انت دلوقتي مزنوق وخلاص على تكه، والبلادر بتاعتك بتكون فول بلادر، يعني مزنوق بقى دلوقتي. قال لك الطبقات ديت بتنضغط، الطبقات مالها بتنضغط، ف it appear only two or three layer، يعني الخمس او ست طبقات دولت بيبقوا طبقتين او ثلاثة، اهو ادي طبقة اتنين ثلاثة. نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا ضغطت الطبقات، الطبقات ديت اتضغطت، تمام، نتيجة ان في بول او في يورين ضاغط على البلادر. البلادر دلوقتي الترانزيشنال ايبيثيليوم البول ضاغط عليها، تمام. قال لك الانترميديت سيرفيس لير ار اكستريملي فلاتن، الخلايا بقى اللي هي الانترميديت، مش كنا بنقول على ان هي بولي هيدرال، يعني متعدده الاضلاع، تمام، وكان بيبقى بينها ميوكس، الميوكس ده بيبدا ان هو يختفي، والخلايا البولي هيدرال ديت تتحول الى خلايا فلات، يعني خلايا مفلطحه اهو زي ما انت شايف اهو، تمام. طيب the superficial layer have thicker plasma lemma، يعني الخلايا العلويه لديها بلازما لمه، اللي هو الغشاء الخلوي بتاعها بيكون ثيكر، بيكون ايه يعني ايه ثيكر؟ يعني سميك. ليه بيكون سميك؟ علشان يمنع دخول اليورين اللي هو ماده سامه جوه الخليه فتقتل الخليه. ما هو اليورين لو دخل جوه الخليه هيقتل الخليه، طيب انا عايز امنع اليورين ده ان هو يدخل جوه الخليه، فقال لك ان بيبقى فيه البلازما لما بيكون سميك ثيكر، تمام. وده زي ما انت شايف ده بلادر اوف توج، ديت الترانزيشنال ايبيثيليوم اهو بتاع الدوج، تمام. ادي زي ما انت شايف الطبقات اهوت، ادي الطبقه البيزل، وادي البولي هيدرال سيل اهيت، دي ترانزيشنال ايبيثيليوم في الامبتي، يعني الدوج دلوقتي البلادر بتاعته فاضيه اهو، بولي هيدرال سيل اهيت اهو، وقلنا الخلايا العلويه بتبقى ايه؟ كيوبويدال، تمام. اللي بيحصل بقى في الفول بلادر اوف توج، تخيل ان كل ده، دي كلها، ده هي كلها، تمام. بعد ما الفول بلادر اوف دوج في الكلب، يعني كل ديت بقت هي الحته اللي فوق ده، هي بس اللي انا بعمل عليها بالبتاع ده، يبقى كل ده اتحول لده. اي والله، وشايف انت الطبقه دي اللي هي ديت الطبقه بتاعت الكونكتيف تيشو، هي تمام. يبقى ايه اللي بيحصل في حاله البلادر لما تكون ايه؟ لما تكون مليانه. يبقى في حاله الايه؟ اليورينال بلادر، لما تكون مليانه بالترانزيشنال ايبيثيليوم او الايبيثيليوم المتحول، لذلك بيتحول بايه؟ من حاله لحاله، بيكون ايه؟ بيكون عباره عن مجموعه من الخلايا من 5 ل 6، بتتحول لايه؟ بتتحول لمجموعه من الخلايا طبقتين او ثلاثه. فانت شايف بعد كل ده بقيت ده، تمام. ده الفول بلادر اوف دوج، وده الامبتي بلادر اوف دوج، تمام. دي كانت محاضره الاستراتيفايد ايبيثيليوم. اتمنى فعلا المحاضره تكون سهله وخفيفه وما تكونش تقيله، وان شاء الله هنستكمل باقي محاضرات الايبيثيليوم. هيكون في محاضره جايه عن الجلاندولار ايبيثيليوم، وبعد كده هعمل لكم محاضره لذيذه على الموديفيكيشن بتاع الايبيثيليوم، وبعد كده كالعاده هعمل لكم المحاضره اللي هي الزيتونه نلم فيها الشابتر كامل. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.